قضت المحكمة الاقتصادية حكمها بمعاقبة المتهمة سما المصري بالحبس لمدة سنتين لإدانتها بصناعة 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، وذلك في القضية التي أقامها المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة خليها تنضف. كما شمل الحكم تغريم المتهمة 300,000 جنيها ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 2 سنين، ونسبت النيابة العامة للمتهمة ارتكام جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات، وتضم إحراز القضية 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة وترتدي ملابس تبرز مفاتنها.